وزارة الثقافة والسياحة والآثار مع محافظة نينوى بجميع مؤسساتها وبشعب نينوى، جميع شعب نينوى ينتظر بشغف هذا السفير الذي سينقل صورة نينوى كما نقل الخليجي 25 صورة البصرة الفيحاء ثغر العراق الباسم إلى الخليج وإلى العرب وإلى العالم، وأوصل الرسالة أن العراق عاد معافى سالما غانما من كل درن ومن كل إرهاب ومن كل ما يعكر صفو السائح والقادم إلى ربوع العراق العزيز. هذه مهمة الجميع، أن نظهر الموصل بأجمل فستان ربيعي سترتديه يوم 30 نيسان. إذن هي مهمة الجميع، لأن الموصل ونينوى بحاجة إلى أن تعود إلى مكانها الطبيعي الذي عاشته لفترات طويلة، وهي تضفي بظلال الجمال على العالم وعلى العراق بوصفها ثاني أكبر مدينة بالعراق وهي رأس العراق. وما قيمة الجسد إن فقد الرأس؟ الموصل ونينوى هي سلة خبز العراق، ولهذا يجمع العراقيون جميعا على حب الموصل. علينا جميعا أن نسخر الأفكار لنستقبل الزوار من العراق، من الدبلوماسيين، من الوزراء ومن الضيوف الآخرين. سيكون معنا عدد كبير من الدبلوماسيين، وسننقل من خلالهم الرسالة، من خلالهم الرسالة إلى العالم أن مرحبا بالقادمين إلى نينوى مرة أخرى، وها هي تفتح الأبواب، أبواب آشور وأبواب نرجال وجميع أبواب نينوى وأبواب الموصل، وتحتضن كل القادمين. طبعا يعني مهرجان الربيع لهذا العام بعد انقطاع 20 سنة تقريبا أو أكثر سيكون له طعم خاص، سيعيد ألق وبريق محافظة نينوى كما كان سابقا بعد خروج المحافظة من أزمة كبيرة وجراء دخول داعش الإرهابي إلى مدينة الموصل. هذا العام سنحتفل بالربيع ونحتفل بالإعمار، وأيضا هناك ما يميز هذا المهرجان لهذا العام هو دخول وزارة الثقافة بكل ثقلها في فعاليات المهرجان. سيكون هناك فعاليات مميزة جدا في اليوم الأول وفي الأمسية المسائية في اليوم الأول والأمسية المسائية لليوم الثاني. نحن إلى اليوم وخلال تقريبا أقل من شهر كان لنا أكثر من 7 اجتماعات مكثفة لكي نسابق الزمن لكي يظهر المهرجان بمستوى الطموح. سيكون لنا شعار أيضا متفق عليه مع معالي الوزير ووزارة الثقافة، كما كان في البصرة هناك شعار عين قطة وعين فراش، عين قطة وعين فراش. سيكون لنا أيضا شعار لربما يكون مثلا بيوتنا بيوتكم على سبيل المثال، أو ما سوف يتم اتفاق عليه. وزارة الثقافة والإعلام سيكون لها جزء من هذا المهرجان الحقيقة، من خلال مشاركة فعالة ومتفاعلة، من خلال عروض دار الأزياء العراقية التابعة إلى وزارة الثقافة وعروض أخرى تتبع لفرقة سومريات بقيادة المايسترو علاء مجيد. سيكون هناك أيضا حفل موسيقي ليلي بالتزامن والترافق مع اليوم الأول للعروض الفنية والفلكلورية وللمواكب المحمولة في منصة المهرجان. حقيقة احنا من الأيام الأولى اتفقنا على أن يكون هذا المهرجان مكرس للاحتفاء بالربيع، بعيدا عن استرضاء أي جهة سياسية وبعيدا حتى عن استرضاء أي جهة حزبية. سيكون هذا المهرجان المرآة الحقيقية والواجهة المهمة التي تفيد بحقيقة أن مدينة الموصل ومحافظة نينوى ستبقى ولادة وستبقى بمستوى مسؤولياتها التاريخية تجاه العديد من المواضيع الفنية ولا سيما الحضارية منها.